تمجتوا قناه فاتين اصاحبي خلينا نصوروا يعني كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. نتمنى تشوفوا هذا الفيديو اليوم عاوتاني غتشوفوني افطاري جيت مع الدار صافي سير هذه القيشه ديال خفتهم يديروا الحجر الصحي ونصدق جالسه في دارنا وحاصله خلي راجلنا بوحدو. مهم العموم غنقول لكم مرحبا بكم لاول مره كيشوف القناه ديالي، ما تنساوش تابوناو ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم ديما اي جديد، تخليوا لي كومونتير باش ديما نقرا التعليق ديالكم وتحفزوني باش ديما نعطيكم الجديد. كما كتشوفوا اليوم غادي نقترح عليكم واحد الاقتراح يعني انكم تدخلوا لواحد لاشين ديال واحد السيده اللي هي صديقه ديالي ودعموها وتابوناو عندها وتخليوا لها كومونتير تقول لها حنا جينا من عند ايمان العلوي وتشوفوا حتى هي عندها محتوى زوين ونقي وغزال. مهم خليكم مع واحد الفيديو ونرجع لكم. حبيبي كنتمنى تكونوا بالف خير. كنشكر اول حاجه ايمان صاحبتي تبارك الله عليها والله يوفقها في القناه ديالها. معكم فاتين من قناه فاتين سويت هوم، كنتمنى تزوروني. هذا مقتطف من الفيديو ان شاء الله اللي غادي نحط قريبا خريجه انا والزوج ديالي. مهم كنتمنى تزوروا قناتي وتشجعوني حتى انا يلا باديه ونكونوا عائله وحده كبيره ان شاء الله. وشكرا لكم والله يوفقكم جميعا. غندير لكم واحد المقدمه باختصار ديال هذا الفيديو هذا اللي غنحط لكم، حيت ما صراحه ما درتليش مقدمه. جاني مدارك ما درتلو لا مقدمه لا حتى شي حاجه. غنقول لكم واحد الاحتفال صغير ديال واحد الحنه ديال 7 شهور ديال واحد الصديقه حتى هي ديال اختها، داروا ليها 7 شهور غير هكا الخواتات بيناتهم الحنينه ديالها وداروا لها البوفي وداروا لها كلشي. مهم غتشوفوا في الفيديو كلشي. بالنسبه للبوفي كامل مصاوبه ليها اختها وهي كتخدم ليها كوموند للناس. بما انه اللي بغى بحال هذا الشيء ديال بيبي شاور الحلوه ديال البيبي شاور، بغى لي غاطو، بغى الصابلي، بغى الصالي، بغى اي حاجه، غنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف الانستغرام ديالها. يا غالي مبروك عيد الميلاد مبروك يا لا
غالي.